السلام عليكم مشاهدينا، طابت أوقاتكم بكل خير. إليكم وجزء أخبار مؤسسة الشهداء. رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي يستقبل وفدا من العتبة الحسينية المقدسة المتمثل بالسيد حيدر الغنامي والشيخ خالد الكركوشي. أشار النائلي إلى التعاون المشترك بين الجانبين الذي يصب في خدمة ذوي الشهداء، شاكرا في الوقت ذاته جهود العتبة الحسينية والعباسية في دعمها اللامحدود لمؤسسة الشهداء من خلال توقيع عدة اتفاقات مشتركة، داعيا إلى ضرورة تعاون الجميع مع المؤسسة كونها تمثل الخيمة الكبيرة لكل شهداء العراق. من جانبهم ثمن الوفد دور السيد النائلي ومؤسسة الشهداء على الخدمات التي تقدم لعوائل الشهداء ومتابعته الحثيثة مع الجهات ذات العلاقة لغرض المطالبة في زيادة التخصيصات المالية، مبدياً استعداده الكامل في دعم توجهات المؤسسة من خلال فتح أفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وقدم الوفد لرئيس المؤسسة درع مدرسة آل البيت وراية أبي الفضل العباس عليهم السلام تكريماً للجهود المبذولة. بإشراف مباشر من مدير مديرية شهداء ديالى فضل شلال المعموري، تم توزيع مبالغ صكوك بدل النقد الجزئي والمنحة العقارية لحوالي 50 صكاً سلمت لذوي الشهداء الدفعة الأولى والبالغ مقداره 10 ملايين دينار عراقي لكل شهيد. وأشار المعموري إلى وجود دفعات لاحقة لعدد آخر من ذوي الشهداء سيتم الكشف عنها عن طريق الاتصال بهم وتبليغهم حال استكمال إجراءاتها القانونية والإدارية في المديرية. استناداً لتوجيهات مدير مديرية شهداء الصدر ورئيس لجنة تسوية الأجور الدراسية عباس فرج ماهي، وفد من المديرية يزور كلية الإمام الكاظم عليه السلام. الوفد التقى بالدكتور ضياء الموسوي معاون العميد للشؤون الإدارية والمالية. تبحث الجانبان حول تسوية الأجور الدراسية الخاصة بالطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء، ويأتي ذلك عرفاناً لما قدمه شهداؤنا الأبرار. أخيراً مدير مديرية شهداء الكرخ أحمد العيساوي يزور مديرية شهداء الرصافة ويلتقي بمديرها علي الدجيلي، وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الخدمات المقدمة لذوي الشهداء وبحث التعاون بين الجانبين بما يخدم شريحة ذوي الشهداء. من جانبه أثنى الدجيلي على عمل مديرية شهداء الكرخ وما تقدمه من خدمة مستمرة لذوي الشهداء وفاء وإكراما لهم. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.